غنمشي دابا لواحد الكونفيتير كاين ديال الليمون الليمون هي صيفطي ديالها كاين ديال القرعه الحمراء مزيانين بجوج اييه واخا المهم ديال الليمون كنحتاج واحد كيلو ديال المندرين واحد كيلو ديال النابيل كنحتاجوا الكيلو ديال السنيده جوج خزوات محكوكين عصير حامضه معلقه صغيره ديال النشا وقشور ديال السفرجل داك قشور ديال السفرجل سي هذيك الماده ديال البيكسين كيخلي لينا الكونفيتير ديالنا كيجي معلك وعاق كيخبط راسو فعلا المهم كناخذوا داك الليمون كنقشروه كنحيدوا ليه هذيك البابا البيضاء ضروري خاصها تحيد والعظمه باش ما يجيناش مار كنديروا في واحد الطنجره كنزيدوا عليه كيلو ديال السنيده وكنخليوه ليله كامله كنقطعوها كطريفات عشوائيه وكنخليوه في الصباح كناخذوا جوج خزوات محكوكين كنحكوهم كنزيدوهم حتى هما وعصير حامضه وكنديروا كلشي فوق النار تقريبا كنخليوه واحد 45 دقيقه من بعد كنخليوه حتى يبرد كندوزو في هذيك الطحانه ديال المطيشه ودوك الخشور ديال السفرجل اختي سناء كنديروهم حتى هما في الاول الخشور ديال السفرجل باش كيعقد لينا داك الخليط اييه بحال الجيلاتين وفي الاخر كنشيدوهم اللي كنبغيو نطحنوا الخليط كنشيدوش معاهم لا كنشيدوهم صافي وكنطحنوهم مزيان كنرجعوا للطنجره وكنزيدو معلقه صغيره ديال النشا كنخلطوها مع شويه الماء تقريبا غير واحد المعلقه غير باش كيتخلط لينا داك النشا صافي وكنقصوا عليه العافيه ضروري العافيه تكون ناقصه باش ما كيتحركش لينا ما يكون فيه السكر مره مره كنحركوه كنخليوه حتى يبرد كنديروه في قريعات معقمين وكنديرو انا في الفريكو ما كنخليش لتحت في الثلاجه كنخلي هذيك القرعه اللي كنستعمل لتحت والاخرين كنديرهم في الفريكو حيت راه ما كيجمدش اختي سناء كيبقى مده طويله ملي كنبغيو القرعه كنجبدوها تقريبا واحد ساعتين صافي وكنخليوها غير تحت في الثلاجه ما كنرجعوش للفريج دابا انت مالك يعني اللي القرعه اللي كتستعملي ديال السيمانه مثلا كديرها في الثلاجه العاديه يعني والكميه الاخرى كتوزعيها باش ما يحمضش لينا حيت ما فيش مواد حافظه ما في حتى شي كديري في الكونجيلاتور كنبغي نخلي كنخليه في الفريغو وكما كنبغي كنجبدي القريعه ديالو ولا البواطه ديالو غير وحده ومن الاحسن انا ندير دوك القريعات الصغيورين فعلا ما كيبقاش لينا مده طويله انا كندير غير دوك الصغيورين يعني السيمانه كيسالي ونجبد عاوتاني وحده اخرى Why is she a master spoon? She is. Yeah. Why is she a master spoon? And I guess Spider-Man.